اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، ورحمة الله وبركاته. زارت علي الأكبر عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زارت شهداء كربلاء عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين،
السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم، ورحمة الله وبركاته. زارة أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقومهم إيمانا وأحوطهم بذكر الله. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين عليهم السلام. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين، فلعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.